في وفاق سطيف. ما هي الميكانيزمات اليوم في استخدام المدرب الأجنبي في البطولة الوطنية، علما كانت أسماء مغمورة دربت اليوم فرق، دربت فرق عريقة في السابق؟ أول حاجة كمال، احنا لا ننقص قيمة المدرب المحلي أو المدرب الجزائري اللي عنده مستوى، ما نلمش على المدربين اللي راهم يدوروا من الفريق للفريق واللي راهم عندهم دو بروفيسيون، يعني الناس كل تعرفهم. أما بالنسبة للمدرب الأجنبي، ما هي المعايير؟ المعايير هي يعني سياسة النادي أو هدف اللي سطروا الفريق أو النادي من بداية الموسم. لو يعني يحتاج مدرب على موسمين أو ثلاثة، أنا نحبذ أنه يأخذ مدرب أجنبي، لأنه من مستحيل تطلب نتائج. وكنا نتكلم في الكواليس مع المدرب، قال لك بعد الموسم الثاني هنا نبدأ نتكلم عن الأهداف. نعم. كلوب في ليفربول، كلوب في ليفربول في الجزائر، قال لك روشان جولي. يعني ما هو الهدف المستطر من قبل الفرق الجزائرية؟ هو البروشان أو يعني المقابلة القادمة. سيلوا كوتشا C'est sûr que les entraîneurs en Algérie n'ont pas beaucoup de temps pour travailler. Il faut vite qu'ils fassent leurs preuves. Des fois, on croit presque que ce sont des magiciens et que d'un coup de baguette magique, ils vont améliorer l'équipe comme ça. Donc, alors que bon, si on prend par exemple l'exemple de Klopp, comme je vous disais, à Liverpool, il a mis 2-3 ans avant de commencer à avoir... Mais il a travaillé pendant 2-3 ans, il a préparé son équipe et maintenant, bon, ils sont sur une lancée et des titres et puis très réguliers dans les performances. Mais au départ, ça n'a pas été aussi simple que ça. Mais le temps qu'il a pris, ça lui a permis de construire son équipe et d'être performant. Pardon, coach. Alors, c'est comme حنا في الجزائر ما نصبروش على النتيجة، لأن الشارع الرياضي هو اللي يسير، هو اللي يتحكم في رئيس النادي أو في الإدارة. في الجزائر لو بروغرام العلاقه سي بروشان جوني الجوله المقبله الهدف. وي با سي ان بو ريزومي بون سي ان بو لو تروك كوم سا كو اون اي au match quoi. Voilà, il y a ce match là et puis on prépare celui-là, et il y a pas une politique de club ou politique à long terme où on visionne sur une, deux, trois saisons quoi. C'est voilà. يأثر العمل تاعك كوتش بكل صراحه. Oui, après moi je fais abstraction de tout ça et je me projette, j'ai un projet de jeu et voilà, je mets en place les entraînements et je prépare pour, voilà, pour mettre en place ce projet de jeu et pour je ne m'occupe pas de savoir si le prochain match ou le match d'après je serai là ou pas là. Voilà, je travaille pour avoir la meilleure équipe possible et mettre un projet de jeu sur du long terme. Mais c'est vrai qu'on sait très bien que ça peut s'arrêter à un moment. طبعا فريد مطاوي الحديث اليوم عن المدرب الأجنبي، الحديث عن وجود كفاءات تملك الشهادات العليا، تملك المستوى، تساهم في التنظيم أو رفع مستوى البطولة، أليس كذلك؟ لكن من الذي يستقدم من كمال؟ هو السؤال المطروح عندما تحدثنا. يخيل لي وكأننا ندور في حلقة مفرغة وفق هذه المعطيات التي سطرناها في هذا البرنامج. عندما نتحدث عن 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 الكفاءات وعن عن مثلما كان يتحدث الكوتش منذ قليل حول مشروع الجولة القادمة وقارن ما يقوم به كلوب في ليفربول، أنا أقول له لا تظلم كرة القدم بهذه المقارنة يا كوتش، حاول أن تتجنب الظلم. لازم الفقير يترجمها الكوتش، خلينا نعطونا وقت يترجمها لؤمي. لا تظلم الكرة بهذه المقارنة. خليني أشارك معك فريد. طيب أنا أقول هؤلاء الرؤساء الذي تحدث عليهم منذ قليل عاشوري وقال بأنهم لا يمتلكون المستوى وأجمعنا على هذا الطرح، هؤلاء هم الذين يقومون بجلب هؤلاء المدربين. ربما عكس لافان أو القلة القليلة، أنت ذكرت مجموعة من الأسماء ونسيت على رأسهم الذي أتى بربط أبطال إفريقيا في الجزائر وهو خير الدين مضوي. هل ترى معي أن خير الدين مضوي أخذ حقه في هذه البطولة وفي هذا البلد بعد الإنجاز الذي حققه؟ الرجل لم ينل حق يعني فرصة لإشراف ولا على منتخب للمحليين أو لأقل ولكن من 13 سنة. حتى نكون مصيفين عبد الله عاشوري، حتى نكون مصيفين، ولكن أشرف الفرق ولم ينجح ولم يتوج بالألقاب. لأن مضوي إسماعيلي كانت عنده تجربة بإسماعيلي في مولودية بيجاية. لأن مضوي لم يكن مضطر، ليس بالضرورة تنجح في فريق، راح تنجح في فريق آخر. لأن مضوي لم يكن مؤطر بالصورة المثلى مطوي. لكن لغة قدم هي لغة عالمية، لابد أن يكون منفتحين. عندك مدرب جزائري بدل يدرب في بطولة أجنبية، شيء جميل. تجوك مدربين يرفعوا المستوى تاع البطولة تاعك. تفضل خليه. خير الدين مضوي قبل ما يكون مدرب رئيسي كان مدرب مساعد،
هو تكون في وفاق ستاف. وشكون اللي عطاه الفرصه؟ عطاه الرئيس حمار انذاك، كان مساعد لألان جيجا، كان مساعد لأوبر فيليت، كان مساعد لرابح سعدان، حتى هو رابح سعدان يعني ترى قليله شرف على العريضه الفنيه لوفاق ستيف. لكن من بعد ما خذا الشامبيون ليغ اون 2014 من بعد هذا اصبح مدرب رئيسي وخدم في عده دوريات. شادو مودون عبد الله لقوا في المدرب الاجنبي، نعم، لقوا في الكفاءه الاجنبيه. انت لما استقدمت دينيس لافان الى البطوله الجزائريه، وش اهم شيء ركزت فيه في خصائص، في مستوى، في كفاءه دينيس لافان؟ قبل ما نتكلم دينيس لافان، باش انا يعني نهضر على روحي شخصيا، باش نجيب مدرب اجنبي للدوري الجزائري، اول حاجه لازم نجيبوا النادي اللي انا متاكد انه ينجح. المدرب راح ينجح، ومن الناحيه الماليه راح ينال الحق تاعو. الحمد لله هو كان شرف على اول نادي هنا في الجزائر، النادي الرياضي القسنطيني. بعد النادي الرياضي القسنطيني راح لشبيبة القبائل، بعد شبيبة القبائل الحمد لله اليوم راهو في اتحاد الجزائر. احنا رانا في لعب جوله واحده او جولتين، نظن انه المير اللي نجح في شبيبة القبائل، نجح في شبيبة القبائل. جاء انا نشفى ونتذكر انه اول مباراه خسرها في ملعب اول انتقادات لديها انتقادات، بعدين قعد فينال كاس الكاف وخذا كاس الرابطه جيد. احبد النقاش المفتوح المطاوي عبد العالي عاشوري. دينيس لافان، بدايتك في شبيبة القبائل عرفت انتقادات لديها من طرف المحيط، من طرف الجماهير، ولكن بعدها حققت الاهداف المرجوه مع فريق شبيبة القبائل باسماء ليست بالكبيره، يعني كانت اسماء من الناحيه الفنيه متوسطة. Oui, c'est vrai que c'était plutôt des jeunes joueurs avec peu expérimentés, mais ils avaient une chose, c'est qu'ils avaient beaucoup d'envie et beaucoup de détermination et l'envie de progresser, de travailler et d'aller le plus loin possible pour se montrer. Et donc ils avaient une marge de progression importante et bon, ils ont bien adhéré au travail que je leur ai proposé. Ça les a permis de... On a monté palier par palier et je pense qu'on a vu la progression de l'équipe. Au début, avec la JSK, vous avez eu un début un peu délicat, mais les résultats petit à petit... Délicat, pas vraiment, parce que bon, c'est vrai qu'on a perdu le premier match contre l'USMA à domicile, mais après on a enchaîné les victoires et surtout on a vu la progression dans le jeu, parce que ce qui est important, bon, c'est gagner des matchs, mais c'est aussi le contenu. À un moment donné, si vous avez, on peut gagner des matchs comme ça sur un petit coup de chance, sur en jouant n'importe comment, mais sur la durée, ça va. Quand toi, ta coach, quand toi, tu as fait le travail dans le Chabib El Kabaïa, dans le début.